بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. هنكمل مع بعض النهارده سلسله تاملاتنا في سفر نشيد الانشاد. كنا احنا وصلنا الاصحاح الخامس، فاضل ثلاث ايات في الاصحاح الخامس ونخلص. فانا بس هراجع معاك الاصحاح الخامس بسرعه، حب ربنا وعشنا. طيب الإصحاح الخامس دايما زي ما اتفقنا ودرسنا الفترة اللي فاتت، هو بيعبر عن العلاقة اللي بين العريس والعروس، العلاقة الجميلة، لكن كان يشبه فترة تخلي وفترة يعني إيه فتور روحي. وزي ما يكون العروس كانت في علاقة حلوة قوي مع عريسها مع المسيح، والنفس كانت متمتعة بربنا، لكن دخلت في مرحلة فتور، فكان في اختبار كده تأديبي ليها إن ربنا يسيبها شوية عشان تحس بحلاوته. ففترة التخلي هي عانت فيها، شافت إن إزاي كانت بعد ما كانت متمتعة بمتعة خاصة في العلاقة مع العريس بتاعها، إن طلبته فما وجدته ودعوته فما أجابني، نفسي خرجت عندما أدبر. وعانت في هذا الاختبار إنها مش قادرة تلاقي المسيح. والمهم أول ما لقت بنات أورشليم قالت لهم أحلفكن يا بنات أورشليم إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا، وقالوا لها ما حبيبك من حبيب أيتها الجميلة بين النساء، أنت عندك اللهفة والاشتياق وإنك أنت بتدوري عليه بالطريقة دي، هو إيه حبيبك ده مختلف؟ فقالت لهم أيوة طبعا حبيبي ده مختلف، فإيه هو ده حبيبك ده اللي أنت بتميزيه أكتر من أي حد تاني، وإيه العلاقة الحلوة وإيه الجمال اللي فيك ده؟ فقالت لهم أصل ده جاي من حبيبي. وقعدت بقى توصف حبيبها أو العريس بتاعها بأوصاف زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، وقلنا إن هم حوالي 10 أوصاف توصف بيهم جمال عريسها، زي ما هم بيقولوا لها مين حبيبك من حبيب أيتها الجميلة من بين النساء، ما حبيبك من حبيب، حتى تحلفين هكذا، يعني أنت يعني بتوصينا كده بطريقة يعني عايزين نعرف مين ده. وابتدت العروسة أو النفس البشرية تتكلم عن خبرتها عن المسيح العريس السماوي، وقالت بقى حبيبي أبيض وأحمر. إحنا تأملنا في الحاجات دي، أنا بس براجع عشان هنوصل وبعدين ابتدت تتكلم عن أوصاف المسيح من أول راسه لغاية قدميه. وقعدت احنا خدنا بقى رأسه ذهب ابريس، قصصه مسترسلة، حلقة كالغراب، عيناه كالحمام، خداه كخميلة الطيب واتلام رياحين، شفتاه سوسا، وقفنا لغاية هنا، شفتاه سوسا تقطراني مرا مائعا. احنا وقفنا لغاية هنا، فهنبتدي النهاردة نكمل بقية الاوصاف. تقريبا احنا كنا خلصنا كده 5 أوصاف، فاضل 5 أوصاف تانيين، وهي بتوصف حبيبها وبتحاول تتأمل في جمال هذا العريس المختلف اللي ما يشبهه، ما فيش حد يشبهه يعني. فمن أول آية 14 نبتدي نكمل من أول آية 14، هما 3 آيات اللي فاضلين في الإصحاح ده. فبتقول إيه؟ يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. مجدا للثالوث القدس. دول الـ3 آيات اللي موجودين في نهاية الإصحاح الخامس بتكملة للأوصاف اللي بتوصف بيها جمال عريسها. فبعد ما وصلت احنا هنبتدي بقى من أول آية 14، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. طبعا انتوا عارفين اليدان هنا تشير دايما للاعمال، عمل، فهي بتوصف حبيبها ده بيعمل معاها ايه. فلما حبت توصفه قالت ده ايديه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد. طبعا الحلقه طبعا هي دايره، كلمه الحلقه يعني حاجه دايره من ذهب، يعني في دايره ذهبيه. فالذهب طبعا كلنا عارفين بيرمز للسماء، الطبيعة السماوية.
والحلقة دايما أو الدايرة ترمز إنه ما فيش بداية ولا نهاية، ما نقدرش نعرف البداية والنهاية بتاعتها، عشان كده تشير للأبدية. فكأنها بتقول إيه العروس دي؟ بتقول كأنها بتقول إن العريس ده بيعمل معايا أعمال إلهية سماوية غير عادية، ما فيش حد يقدر يعملها معايا غيره. فبتتأمل في فكرة إيه؟ إنه أعمال العريس بتاعها بتوصفه وتقول ده بيعمل معايا شغل تاني خالص. إيه الشغل التاني ده؟ أصله ما كانش في حد ممكن يموت عشاني، يتجسد عشاني، يتنازل عشاني، إن يضحي بمجده عشان يجي لغاية الأرض عشاني، إنه يفديني ويموت على الصليب عشاني، إن يقوم عشاني. كل الأعمال الخلاصية دي ما فيش حد تاني يقدر يعملها. دي يداه وحلقتان من ذهب، كل أعماله معايا كلها أعمال لا نهائية، كلها أعمال إلهية، كلها أعمال أبدية تخص أبديتي. عشان كده قالت حتى مرصعتان بالزبرجد، الزبرجد من المعادن النفيسة اللي فيها درجة الصلابة والثبات والقوة فيها، فكأنها حاجة غالية جدا، علامة على إني ابن ملك. كمان حلقتان من ذهب، لما تبقى يداه حلقتان من ذهب، يعني عاملة كده حلقة كده، كأن فيها تعبير لإيه؟ ها، لما واحد يبقى عامل كده فيها تعبير إنه إيه؟ واخدني في حضنه. فكأن ربنا كمان مش بس بيعمل معايا من أجل أعمال حب وأعمال فداء وأعمال خير وصلاح، لا ده كمان هو واخدني في حضنه. التعبير ده معناه أنه عندنا مزمور في الساعة الثالثة لازم يصليه الكاهن وهو بيلبس التونيا، يقول أعظمك يا رب لأنك احتضنتني. يعني الكاهن دايما حاسس أنه هو داخل في حضن المسيح وهو بيلبس التونيا، هو بيلبس التونيا كأن المسيح خده في حضنه كده. فالإيد اللي بتحضن دي تشير لإيد الحماية، إيد العناية، الإيد اللي بتحوط عليا، اللي بتحفظني حتى من الشر. عشان كده بتقول مفيش زيه. ده من وجهة نظرها، يداه وحلقتان من ذهب، أعماله إلهية بتشير للأبدية وللسماء، وأعماله كمان فيها حنية، بياخدني في حضنه يحميني، في أعمال حماية زي ما قال المسيح، ما فيش حد يقدر يخطف من إيه؟ من يدي، أو من يد أبي، ما فيش حد يقدر يخطف حد، ففي حماية. يفتح يديه ويشبع كل حي رضا، ربنا يفتح إيديه ويشبعنا برضا. فالإيد دي إيد المسيح، دي إيد العريس. وبعدين ابتدت بقى تتكلم عن بطنه، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، كلها طبعا أوصاف تخص المسيح بس، تخصش أي حد تاني. عاوزة ليه تقول بطنه؟ بطنه هنا معناها أحشاء الداخلية، أحشاء المسيح اللي من جوه، أعماق ربنا إيه؟ محبة، حنية، حب. دي أعماق المسيح، أحشاؤه مملوءة حب وحنان. فتقول بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، لأنه هو عريس بيحس بيا. العروسة حاسة إن ده مش عادي، ده عريس حاسس بيا، ده أحشاؤه من جوه كلها حب. ودي حقيقة، المسيح لا يعرف غير الحب، لأنه هو محبة، الله محبة. فأحشاؤه كلها غالية، مشاعره غالية عليا لأنها كلها حب، دايما مشغول بيا. مشاعره قوية، مشاعره نقية، عاج أبيض، أبيض دايما نقاء، حب صافي، حب بدون مقابل. ربنا بيحبنا مش مستني مننا حاجة، لأنه هو ما يعرفش يعمل غير أنه يحبنا، يحب عروسته، يحب كنيسته، فهو ما يعرفش يعمل غير كده. فعشان كده بيقول عاج أبيض، مشاعر غالية، مشاعر قوية، مشاعر نقية، مشاعر لا يشبها منفعة شخصية، لأنه بيحب، بيدلدق علينا حب. وعشان كده نلاقي حتى إنه بولس الرسول في رسالته الكولوسي يقول البسوا أحشاء رأفات وداعة، يعني خليكم لابسين أحشاء رأفات زي العريس بتاعنا، زي المسيح. خلي أحشائنا تبقى أحاسيسنا ومشاعرنا من جوه كلها رأفة وحنية وعطف على الآخرين.
لكن ليه اختارت العاج؟ هو الأبيض، هو العاج طبعا لونه أبيض، نقاوة المشاعر بتاعت المسيح من ناحيتنا، أو نقاوة العريس اللي بيحبنا. لكن ليه شبهته دايما الأحشاء أو الأعماق دي بالعاج؟ أنتوا عارفين العاج ده بيتاخد من فم الفيل، فبيبقى نوع من الألام الشديدة عشان ياخدوا العاج ده من فم الفيل، لغاية يعني تبقى عملية مؤلمة لغاية الموت يعني. فكأنه بتقول إن أحشاؤه عاملة كده زي أحشاء قوية فيها إحساس كمان بالألم، دايما شاعر بينا في كل دقيقة تضايق، فعشان كده أحشاؤه كلها حب، كلها حنية، كلها كمان إحساس بألمنا، إحساس بألمنا. ومغلف بالياقوت الأزرق، الياقوت الأزرق ده بيبقى غالبا لونه سماوي، لونه اللي هو اللبني شوية، على أزرق صافي كده، أزرق فاتح شوية، فلون السماء يعني، لون السماوي. فكأن تقول إنه أحشائه دي أو بطنه دي أو مشاعره دي كمان غالية أو عليا، وكلها حب عشان يقودني إلى السماء. يعني مش حنية ربنا إنه بس يدينا خيرات على الأرض وخلاص، ما تبقاش محبة. عارفين زي الأب اللي مجرد يدلع ابنه يديله كل حاجة لغاية ما يبوظه ويدلعه ويخليه ما يبقاش عنده إحساس بالمسؤولية ويقول دي محبة، لا مش محبة. فحبه لينا وأحشائه أو الداخلية اللي كلها حب عشان يقودنا للسماء، فحتى لو قرص عليا شوية عشان يقودني برضو للسماء، هي كلها برضو محبة، لأنه ملوش غرض تاني المسيح إلا أنه بحنيته ده يكون يدخلنا السماء. فعشان كده قال لك مغلف، عشان ما يروحش أفكارنا إلى أن ربنا زي ما بعض الناس يقولوا ربنا ده حنين وخلاص، ده حلو وخلاص. لا، ما هو برضو ربنا حنين وحلو علينا عشان يودينا السماء. لو احتجت في السكة أنه يستخدم أي طريقة هيعملها، عشان في النهاية هي أحشاء مغلفة بالياقوت الأزرق، أحشاء النقية دي، مشاعر الحلوة دي، حب اللي ملوش مثيل وملوش حدود وبدون شروط وبدون قيود، لكن هو في النهاية عاوز يخلي الحب ده ياخدنا معاه للسماء فيه، عشان نتمتع ببهاء السماء ونتمتع بالوجود معاه. فالمسيح قد يكون حاسس بي، حاسس بألامي، لكن كلها عشان في الآخر أوصل للسماء وللمجد السماوي، الميراث بتاعي اللي في السماء، لأن هو ده الحب الحقيقي اللي ربنا عاوزنا فيه. فالآية 14 بتتكلم عن صفتين، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، وبطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق. الصفة الثامنة، سقاه عمود رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز. إبريز أو الذهب، الاثنين يعني نفس المعنى، يعني ذهب خالص او الذهب النقي، يقولوا عليه الذهب او ابريز، يعني الاثنين معناها الذهب الصافي او الذهب النقي. سقاه عمود رخام. طبعا كلنا عارفين ان الساق هنا برضو زي ما قلنا الايدين بترمز للعمل، السقان هنا ترمز هنا بقى للقدره. سقاه عمود رخام يعني قدره على المشي والحركه وعلى السير بثبات، في ثبات، في استقرار، مفيش تزعزع. المسيح يقدر يمشي معانا بثبات، في استقرار، لأن مملكته مملكة ثابتة راسخة لا تتزعزع. الرخام طبعا لونه أبيض، يعني زي ما احنا شايفين كل الأوصاف اللي هي كلها بتتكلم فيها، يا لون الذهب، يا لون الأبيض، يا لون الأزرق، كلها تخص كلها النقاوة والسماء ولو أحمر الفداء والدم، كلها الألوان اللي هي كلها تشير إلى المسيح. فالأبيض طبعا كلنا عارفين، فسقاه يعني المسيح يقدر يمشي معانا على الأرض. المسيح اللي جه كان ليه سقاه على الأرض، بس مش عشان يعيش على الأرض، هي فيها ثبات فعلا، بس مش الثبات للأرض. عشان كده قال مؤسستان على قاعدتين من إبريز من ذهب، رجع تاني نقلنا على طول للسماء. هو جاء على الأرض ومش على الأرض عشان ياخدنا ويصعد بينا للسماء.
مش عشان يفضل مملكته على الأرض ويثبت مملكته على الأرض، لا، مملكته مش على الأرض، مملكته في السماء. عشان كده قال قاعدتين من إبريز من ذهب، والذهب يبقى حاجة سماوية، طبيعة سماوية. فكأن المسيح العريس عاوز يتحد بينا ويمشي معانا في حركة مستمرة بثبات لغاية ما نوصل السماء. المسيح ياخدنا ويشيلنا، القدمين دول هو كأن المسيح يشيل الكنيسة بتاعته، يشيل العروسة بتاعته، يشيلها ويفضل ماشي في حركة مستمرة، في حركة استقالنا فيهم حركة، وحركة بثبات واستقرار نحو هدف واحد هو هدف السماء، عشان نوصل السماء. وده الحقيقة، هو حدش فينا يقدر يقول ان انا بعمل حاجة عشان ادخل السماء، لا، ده هو المسيح اللي شايلنا كلنا شيل، شايلنا كلنا شيل، هو اللي الاقدام بتاعتنا مش هي اللي باينه، دي اقدام المسيح. فاكرين القصه بتاعت الفوت برينت دي؟ المسيح هو اللي شايلنا، وحتى الايدين دي، الايدين اللي قبل كده اللي في الايه اللي فاتت نقول شايلنا على كفوف الراحه، هو شايلنا على كفوف الراحه بين ايديه للحمايه وبرجليه عشان يوصلنا للسماء. ده العريس بتاعنا اللي هيتحد بيه، الانسان او النفس اللي هتتحد بالمسيح ده هيبقى متشال على كفوف الراحة، متحوط بحنية وبحب، ماشي مع المسيح، شايله شيل، ماشي بيه في حركة مستمرة ومستقرة وثابتة، لأنها في اتجاه واحد اللي هو اتجاه السماء. وزي ما اتكلمنا عن الحمام، الحمام ليه عين، العينين بتاع الحمام اتجاه واحد، العينين بتاع الحمام يقول ليها اتجاه واحد، فهي لأنه المسيح له، هو جاي عشان ياخدنا معاه السماء ويرجعنا ويوصلنا لغاية السماء. وبعدين بعد ما تكلمت على وصفة الصقاع، عمودة رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، وطبعا في حاجة دي زي سفر الرؤية فيها برضو، يعني فيها تقريبا يعني شبه الوصف بتاع المسيح في سفر الرؤية. بعد كده قالت ايه؟ طلعته كلبنان فتك الارز. كلمة بقى حاجة مجملة شوية، يعني بعد ما وصلت لغاية ساقاه رجليه قالت بس وجهه حلو قوي زي لبنان، جميل، فتك الارز. وصفته وصف بقى ايه؟ شوية عام. طلعته كلبنان، لبنان معروفة في الوقت ده وما زالت معروفة طبعا بالجمال، الطبيعة فيها، الطبيعة فيها جميلة جدا، اشجار دائمة الخضرة فيها، القصور الغالية، الجمال، حتى الطقس بتاعها والمناخ بتاعها جمال يدي بهجة. وكلكم يمكن عارفين ان كان ناس كتيرة قوي مصريين يعني كان يعني زمان يحبوا لما يعني بعد ما يتجوزوا يقولوا يروحوا يقضوا شهر عسل يعني في لبنان، يعني كأن يعني لبنان دي اجمل حتة يعني يقضوا فيها، يبادلوا فيها الحب الزيج يعني. فلبنان مشهورة بالحتة دي، عشان كده لما جت توصفه قالت جميل قوي، وجهه جميل، طلعته يعني وجهه جميل قوي كلبنان، رمز الجمال الغير عادي، مفيش جمال أكتر من كده. طبعا مش كله، احنا مش بنتكلمش طبعا على جمال أرضي، هنتكلم على جمال إلهي، وجه يسوع اللي يحمل بشاشة وحنان ويفرح النفس ويهدي النفس. الواحد فينا بس مجرد ما حتى يسرح بأفكاره كده في وجه يسوع ويغمض عينه كده يلاقي نفسه فرحان لما بيشوف صورة المسيح حلوة. ده بنقول دي جميلة، لكن ده جمال المسيح طبعا لما نشوفه في السماء هيبقى مختلف أكيد كمان حتى غير الصور، لكن حتى في الصورة الواحد يقول دي جميلة قوي. فوجه المسيح اللي بيشع حنية وحب وسلام وفرح بتخلي الإنسان فينا مرتاح، مبسوط، فرحان، فتقول طلعته كلبنان، وجهه جميل قوي، فيش أجمل من كده. وخلوا بالكم إن النفس دي لما بتخش في عشرة مع ربنا حلوة فعلا وتختبر حلاوة وتدوق حلاوة المسيح، محبتنا للأرضيات وتمسكنا بالأرض بيقل. خلوا بالكم الواحد دايما في بداية العلاقة دايما مع ربنا دايما عايل هم الارض والشغل والاولاد والدنيا ويبقى متحمس كويس طبعا، لكن اول ما يبتدي يخش في علاقه حلوه كده مع ربنا واحده واحده، وربنا دايما بياخدنا واحده واحده
في حياتنا دايما. كل ما الواحد بيقرب سنة لربنا كل ما يختبر حلاوة ربنا. على رأي الشيخ الروحاني يقول الحب الإلهي يبطل كل محبة أرضية. كل ما الإنسان فينا بينمو في محبة ربنا محبة الأرض تقل، فمحبتنا لربنا وللسماء تزيد ومحبتنا وتمسكنا بالأرضيات يقل. لقوا الحتة دي مع كل ما الواحد يبتدي يقرب من المسيح. وبعدين قالت فتك الأرض. فتك الأرض دي يعني تعبير عن المسيح الذي لا يشيخ. المسيح في جماله ده قالت طلعته كلبنان، وفي قوته فتى. الفتى هنا رمز كمان إلى إيه؟ للقوة، رمز للقوة. وزي ما بيقولوا الآباء إن المسيح عاش كل مراحل الإنسان ما عدا الشيخوخة، يعني عاش كجنين وكطفل وكصبي وكرجل وكشاب وكرجل، لكن شيخوخة لا. ليه؟ عشان عاوز يقول أن الكنيسة برضو ما تعيش شيخوخة، وأن أولادي لا ما يعيش شيخوخة، مش شيخوخة السن، لكن الشيخوخة بمعنى العجز عن الوصول إلى ربنا. لا يشيخ المسيحي الحقيقي، لا يشيخ حتى وإن كان السن بتاعه ودقنه تبيض، لكن زي ما قال الكتاب يجدد كالنسر إيه؟ يجدد كالنسر شبابه. عشان كده الروح لا تشيخ، الروح لا تشيخ، شباب على طول يعني زي بيقولوا كده. والأرز دايما يرمز، دايما الأرز ده شجر مستقيم وعالي جدا وضخم ومعمر، يقولوا عيش سنين طويلة يعني وثابت، ما مش سهل إنه يعني يتأثر. فده يقول لنا على سمو عريسنا ده وطبيعته وصلابته وثباته وقوته كالأرز، فتك الأرز. ده سر جماله، سر جمال المسيح إن هو لا يشيخ، ما عندوش تغيير ولا ظل دوران، ما عندوش تغيير ولا ظل دوران. فهو دايما 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 بيجددنا معاه، هو طبعا لا يشيخ، ويخلينا احنا كمان دايما متجددين كل يوم عن التاني. اخر آية في الإصحاح الخامس بقى اللي هي اللي زي ما بنقول الصفة العشرة، يعني لما جت قالت بص بقول لكم ايه بقى، انا مش عارف اوصفه اكتر من كده، انا الجمال بتاعه ده خلاص مش قادره بقى خلاص، هو حلقه كحلاوه وكله مشتهيات. بس يعني اخر ما اخر ما ايه ما طلعت عاوزه بقى تتكلم عنه وتوصف، قالت هو كله حلو، هو على بعضه كده كله حلو، حلقه حلاوه وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات اورشليم. في تعزيات وافراح دايما للانسان. العروس لما بتعيش مع عريسها بالطريقه دي في درجة من هذا الحب الإلهي والعشق الإلهي، بقت وصلت لمرحلة إن هي حاسة إن كل حاجة منه حلوة، خلاص حلقه حلاوة كله مشتهيات. أنا مش قادر أقول لكم بقى هو الواحد ممكن يشتهي إيه، يشتهي إيه تاني، هو كل 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 الشهوة بتاعتنا، كل شهواتنا إن إحنا هو يبقى هو بس، نبقى معاه، نبقى نتحد بيه. فالشهوة بتاعتنا هو المسيح، شخص المسيح نفسه. عشان لو الواحد بيشتهي حب، هو عنده الحب اللي بلا حدود. الواحد بيشتهي ايه؟ الامان، هو امان، يدينا امان وسلام، يقول سلامي اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم انا، سلام يملأ القلب فرح وسلام. الواحد بيشتهي الراحه، هو بيقول انا مريح التعاب ومعز النفوس، تعالوا تجدون راحه لنفوسكم، تعالوا الي تجدون راحه. الواحد يشتهي ايه؟ يشتهي تحقيق الذات. ذاتنا من غير المسيح ملهاش معنى، لكن مع المسيح بيبقى لنا قيمه وقيمه غاليه، بقينا نفس حلوه. الواحد يشتهي ايه؟ يشتهي مجد، ده عنده المجد كله، المجد الابدي. ويشتهي مجد، ده اكتر من كده، ان انا اكون ابن ملك، ابن ملك الملوك. يعني حتى الواحد فكر فيها، ده ايه المجد اللي انا فيه، ده ايه العز اللي انا فيه. الواحد يشتهي إيه؟ إنه لا يموت، ما هو عند أدانا وعد بالحياة الأبدية، أدانا وعد بالحياة الأبدية، وقال لنا اللي يؤمن بي لن يرى الموت بل تكون حياة أبدية، واللي يأكل جسدي ودم ويشرب دمي يحيا بي إلى الأبد. إذن هو مديني الحياة الأبدية، مديني وعد بالحياة، مديني وعد بالحياة الأبدية، وعد بالمجد. فمهما وصل أي شهوة عندنا، أصبحت شهوة الوجود مع المسيح هي الأحلى.
مهما كانت شهواتنا، في شهوة مقدسة وهي شهوة الاتحاد بالمسيح، شهوة الالتصاق بالمسيح. أما أنا فخير لي الالتصاق بالرب. أكتر شهوة عند الواحد فينا إنه يوم ما يتناول، لأنه بيحصل نوع من أنواع الالتصاق والاتحاد بالمسيح. دم المسيح يسري فيا فبيخليني مختلف. على رأي قصة قريتها قريب، قصة حقيقية عن الملكة فيكتوريا، ملكة إنجلترا. كان عندها جندي يبدو أنه كان تعرض لمرض في الدم جامد قوي وفقد دمه، وكان لازم ينقلوا له دم، وكانش لاقيين الفصيلة. هي أول ما عرفت راحت المستشفى وقالت لهم الفصيلة دي عندي أنا، خدوا من دمي وادوله، وأنقذت حياته لأنه كان هيموت. فأصبح بعد كده عرف أن الملكة نفسها هي اللي تبرعت بدمها ليه، فحدد معاد عشان يروح القصر يشكرها. فأول ما دخل من الباب طبعا تحية عسكرية وتعظيم وتمجيد ومش عارف ايه، فالجندي اتخض قال لهم ايه يا جماعة، ده انا جندي يعني مش من العيلة المالكة يعني. فقالوا له انت دلوقتي فيك دم الملكة بتاعتنا، دم الملكة. فتعرض يعني لتعظيم وتمجيد عشان بس دم الملكة بقى فيه. واحنا فينا دم المسيح، احنا بنتناول كل مرة بنتناول جسد دم المسيح بقينا ولاد الملك. فدي حاجة لازم الواحد يفكر فيها شوية، يعني انا مش عادي، انا حتى انا ما اصبحتش عادي، انا بقيت ابن ملك، ومش ابن ملك عادي، ابن ملك الملوك. عشان كده لما قالت كله مشتهيات، يعني اي حاجة ممكن الواحد يشتهيها لها في المسيح. وعشان كده هي في الاصحاح الثاني قالت تحت ظله اشتهيت الجلوس وثمرته حلوة لحلقي، الإصحاح الثاني من النشيد. وفي مزمور 119 داود النبي يعبر عن حاجة حلوة قوي عن كلمات المسيح. الحلق دايما اللي هو يخرج منه الكلام، عشان كده هي اتكلمت عن الحلق، قالت حلقه حلاوة، يعني كل كلمة هتخرج من حلقه من حنجرته، كلام اللي هيخرج هو كلام حلو وكله مشتهيات، اللي هو ايه؟ كلام المسيح. عشان كده عبر عنها داود في مزمور 119 المزمور الكبير، قال كلماتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي. يعني كلماتك يا رب اللي بتخرج من حلقك تخش حلقي أحلى من العسل، حلوة أحلى من العسل. وده الإنسان اللي بيتمتع بقى بكلمات المسيح وبالإنجيل. يعني سر حلاوة كلمات المسيح مش إنها مجرد نصائح أو وصايا أو كمال في الوصايا أو الواحد ينبهر بالوصية، لا لا لا، أو حتى لو فيها تحذير، سر جمال كلمات المسيح إن فيها قوتها، فيها قوة التنفيذ. محدش يقدر ينفذ وصية المسيح إلا لما يبقى ملتصق بالمسيح يقدر ينفذها. فسر حلاوة كلماته إن فيها قوة وفيها سلطان، مش مجرد بيدي مجرد وصايا، لكن كمان فيها قوة التنفيذ. وأخيرا بقى استشعر العروس بقى بعجز اللغة بتاعتها، قالت كله مشتهيات، هذا هو حبيبي، وده اللي أنا أقدر أقول عليه، هو جذبني وممكن يجذب أي حد بس مجرد أنه يفهم مين هو العريس السماوي أو مين هو المسيح. فالمسيح هنا صار للنفس هو له جاذبية خاصة، حلق وحلاوة وكله مشتهيات. ممكن ناخد الإصحاح السادس برضو، معلش ناخد كمان يعني نخش عشان نكسب وقت، برضو هناخد نحاول آية أو اثنين حسب ما كده ربنا رتب. يبقى بعد ما الإصحاح الخامس الخبرة اللي دخلت فيها العروس بعملية الترك أو الفطور اللي دخلت فيه، والعريس سابها شوية عشان تختبر تخش في الاختبار ده، وبعدين قعدت تدور عليه، وبعدين كلمت بنات أورشليم قالت لهم لو لقيتوه قولوا لي، وقالوا لها دي انت ايه الاعجاب الكبير ده، قالت لهم ما اصل ده عريسي ده كذا وكذا وكذا، وصفت العشر اوصاف دول اللي احنا اتكلمنا فيهم. ابتدت بقى البنات أورشليم، ده بقى في اول ايه في الاصحاح السادس، قالوا لها ايه الحلاوه دي، ده بالبلد يعني، قالوا ايه الحلاوه دي، اين ذهب حبيبك ايتها الجميله بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك. بقى الوصلة بتاعت الإصحاح السادس دي بقى جميلة قوي. إيه اللي حصل؟
حصل انه بعد ما العروس ابتدت توصف عريسها وحبيبها قدام بنات اورشليم وقعدت تعدد الصفات بتاعته من اول راسه لغايه قدميه زي كده، حصل نوع من الاشتياق جوه بنات اورشليم. بنات اورشليم زي ما قلنا قبل كده دول ناس يا اما بعاد قوي عن ربنا، يا اما علاقتهم بربنا سطحيه، او مش عارفين ربنا يعني. فايا كان، لكن هم في حاله بعد. العروسه هي اللي كانت في عشره قويه ولها خبرات مع المسيح، وعشان كده لما المسيح سابها وحسب المسيح سابها او العريس سابها، هي اتأثرت جدا وتعبت جدا وقالت انا مريضه حبا مش قادره استحمل. ولما وصفت المسيح بالاوصاف دي واتكلمت عن جمال عريسها السماوي، عن خبره بقى خبرتها قبل كده في الصحابه اللي قبل كده، والعشره اللي دقتها وحلاوه العشره، فقعدت تتكلم عن المسيح وتتحدث عن المسيح، لدرجه ان هم بنات اورشليم نفسهم ايه انحازوا ليها. اول حاجه اكدوا ان هي جميله، هو يعني قالوا لها ايه انت كنت جميله، بس احنا دلوقتي بيكرروها في الايه الاولانيه، قالوا لها ما في الاول قالوا لها ما حبيبك من حبيب اياتها الجميله بالنساء، انت جميله بس يعني مين حبيبك ده اللي انت مهتمه بيه. بعدين لما سمعوا قالوا لها ايه اين ذهب حبيبك اياتها الجميله بالنساء، احنا شايفين الجميله فعلا بس الجمال بقى بتاعها ده هي واخداه من حبيبها مش جمال من نفسها، بس هم اكدوا انها جميله. فالتاكيد ده معناها ان العلاقه اللي كانت بينها وبين المسيح علاقه كانت حلوه وكانت علاقه سليمه، بدليل انه بان عليها حتى في كلامها عن وخبرتها عن المسيح بان عليها، فعشان كده قالوا انت جميله من دي. نمره واحد. نمره اتنين، جمالها الروحي ده وعلاقتها القويه بعريسها خلاهم هم كمان ينحازوا ليها ويبقوا عاوزين يدوق المسيح ده اللي هي دقته. فبيقولون أين ذهب حبيبك؟ إحنا أين توجه؟ راح فين؟ ده إحنا عاوزينه حكمان. فنطلبه معك، يعني كنت بتطلبيه إحنا كمان هنطلبه زيك، بس لينا إحنا بقى، مش ليك أنت بقى، لا ليك إحنا كمان عاوزين نختبه. عارفين دي يعني بتفكرني بمين؟ بزي المرأة السامرية، أول ما حصل تاتش بينها وبين المسيح في الحوار الطويل بينها في يوحنا 4 جريت، ما قدرتش تسكت، لازم توصف جمال العريس ده، ده حد مختلف، ده واحد تاني خالص مش من هنا ده. ولما راحت العجيبة انها لما راحت القرية بتاعتها السامرة، وطبعا دي ست خطية ومعروفة يعني كانش حد بيعبرها اساسا، لكن كل الناس سمعوها، بس قالوا لها ايه احنا لازم نيجي نسمع نشوف بنفسنا. ولما راحوا شافوا المسيح قالوا لها احنا امنا بيه مش عشانك، عشان شفناه، وطلبوا منه ان هو يقعد معاهم ومكس معاهم يومين تاني. اذا الانسان اللي بيخش في علاقه حلوه مع ربنا ويجي يتكلم عن المسيح بيقدر يخلي ناس تانية تحب المسيح، مش يحبه هو، مش حب ذاته يعني، حب كخادم او كواعظ او كراعي او لا لا، بيحب المسيح نفسه. فابتدوا يدوروا على العريس اللي هو سر جمال العروس ده ايه؟ العريس. طب احنا عايزين العريس ده كمان، احنا كمان في اشتياق، في لهفه. الانسان المسيحي الروحي اللي ليه علاقه حلوه مع المسيح يقدر يشهد عن المسيح بكلامه وكمان بحياته بسلوكه، ودي النفس أو الكنيسة. النفس أو الكنيسة، النفس أو الكنيسة هم دول اللي يقدروا يشهدوا عن المسيح. فلما ابتدت تقول أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء، أين توجه حبيبك فنطلبه معك، حصل هنا نوع من الجاذبية، ودي جاذبية المسيح نفسه، لأن المسيح كمان مش مجرد أن الناس تسمع بس، لكن الناس تحب تشوف. وبقى علينا مسؤولية إحنا المسيحيين كلنا، أي إنسان مسيحي عليه مسؤولية إنه يظهر المسيح اللي فيه. والمسيح طلب مننا كده، لأن هو قال حقيقة أنا نور العالم، بس النور ده أنا اديته لكم أنتوا كمان تبقوا نور العالم. فأصبح المسيح حط علينا مسؤولية، كل إنسان مسيحي في موقعه،
في حياته في أي حتة على الأرض، أصبح أنه لازم يكون نور في وسط العالم المظلم، العالم اللي وقع في فكرة العولمة وفكرة الإلحاد وفكرة الشرور والأفكار المتطرفة، أفكار كتيرة. فلازم يبقى فيه أنوار في وسط العالم ده تشهد للمسيح وتشهد لجمال المسيح. عشان كده أصبح مسؤولية على كل إنسان مسيحي، مش إحنا اللي نعمل زي العالم، لا، ده إحنا عاوزين نخليهم زي بنات أورشليم دول، يقولوا مين حبيبك ده؟ أين ذهب؟ أين توجه؟ فنطلبه معك. فلما حصل هذا الاشتياق، عاوزين نعرف في المسيح ده، عاوزين نعرف العريس بتاعك ده فين وبيعمل ايه وايه اللي هو ده، مش مجرد كلام، لان في ناس كتيره تعرف عن المسيح بالكلام معلومه، لكن هم عاوزين يشوفوا المسيح يختبروه يدقوه زي ايه، زي العروسه دي اللي قالت لهم انا مريضه حب، انا مش قادره استحمل من غيره، مش قادره استحمل لحظه من غيره، انا بموت. فراحل بقى ايه الرد بقى هنا؟ ايه الرد هنا؟ قالت لهم ايه؟ حبيبي نزل الى جنته، الى خمائل الطيب، ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. انا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. هنا بقى رد الكنيسه، يقولوا الاباء كده، ده رد الكنيسه. الكنيسه بقى بترد يعني ايه؟ او النفس لو بترد، النفس لو ترد تقول حبيبي نزل إلى جنته، جنة الكنيسة. وإن العريس ده لو أنتوا عاوزين فعلا تلاقوه، أنا عارفة، بس أنا عارفة حقيقي، أنا سبته شوية أو اتحججت وحصل لي فتور، لكن أنا عارفة هو فين. هو فين؟ هو في الكنيسة بتاعته، إلى جنته. جنته يعني بيته، يعني كنيسته. وكلمة نزل هنا تشير إلى إيه؟ إلى أن هذا العريس مختلف، ده العريس الذي يتنازل من مجده لغاية عندنا، مش أي حد يقدر يعمل كده، ده اللي نزل لغاية مستوانا، ده اللي ترك المجد وعمل إخلاء للذات من مجد عشان يبقى في وسطينا، يبقى في جنته، في كنيسته. العريس عمل كده، وجنته دي اللي اشتراها بدمه، دفع فيها دمه عشان تبقى جنته. عاوزين تلاقوا العريس، تلاقوه في الكنيسة، تلاقوه في الكنيسة. نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب. احنا قلنا قبل كده خمائل الطيب يعني ايه؟ الطيب قلنا ده شجر، شجر بيدي ريحة عطرية أو ريحة زكية. خمائل يعني تلاقيهم يعني داخلين في بعض كده، شجر الطيب كله داخل ما في بعضه كده. فنزل إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن. خمائل الطيب ممكن تكون المؤمنين اللي جوه الكنيسة عاملين متشابكين كده، بيمثلوا وحدانية الشجيرات اللي عاملة كده مع بعض. والطيب ده عشان يطلع ويبقى ليه ريحة حلوة، ساعات لازم يتجرح، الشجر ده لازم يتجرح عشان يطلع المادة الصمغية اللي ليها ريحة حلوة. فهو دي خمائل الطيب، تطلع الريحة الحلوة. هو يرعى المسيح في كنيسته، يرعى المؤمنين ويجمع السوسن، يجمع المؤمنين حواليه. السوسن قلنا قبل كده تشير العريس نفسه، وتشير كمان للعروس أو المؤمنين، فهو يجمع السوسن حواليه. يبقى عاوزين تلاقوا العريس بتاعي اللي أنا بقول لكم عليه، لازم يبقى في كنيسته، في جنته. أنا عارفة هو فين، هو في الكنيسة، لأنه من غير الكنيسة مش هنعرف نوصل. خلوا بالكم، اللي هيوصل، عاوز يوصل المسيح، لازم من خلال الكنيسة، لأنه هو جه عشان الكنيسة دي. الكنيسة مش جدران يعني وحيطان، الكنيسة اللي هو الإيمان بالمسيح، اللي هو المذبح اللي في وسط الكنيسة، جسد ودمه. لازم نبقى ده، هو ده، هي دي الكنيسة. فلما تبقى الكنيسة كده فيها مؤمنين
بيطلعوا ريحة حلوة. واحد عنده بقى ريحة حلوة في فضيلة الاحتمال، واحد عنده فضيلة حلوة في فضيلة الصلاة، واحد عنده فضيلة حلوة في فضيلة طول البال، خمائل الطيب دي، وهو يرعى في الجنات بقى. كل نفس هي جنة، هي جنته دي الكنيسة، ويرعى بين الجنة. هو ياخد باله من كل الكنائس اللي هي المؤمنين، كل الكنائس المؤمنين، ويجمع السوسن. ده دور المسيح. قديس أغسطينوس قال إنه لا خلاص خارج الكنيسة. صعب قوي حد يتعرف على المسيح بره تعليم الكنيسة، بره المذبح، بره جسد ودم المسيح. عشان كده هو بيقول أنا دخلت جنتي، وهو هي قالت هو نزل إلى جنته، هي دي الجنة بتاعته، الكنيسة اللي هو جسد ودم المسيح. ندور على المسيح فين؟ برضو القديس أغسطينوس قال تعبير جميل قوي بعد ما عرف المسيح، بيعاتب نفسه وبيقول له يا رب أنا كنت بدور عليك بره نفسي، في الفلسفة بقى وفي الأفكار وفي الناس، ما كنتش عارف إنك أنت قريب قوي وفي داخلي، أقرب واحد ليا. وزي ما بولس الرسول في رومية 10 يقول الكلمة قريبة منك، من في فمك وفي قلبك. فكان يعني صعبان عليه أغسطينوس إنه كان بيدور على المسيح بالفكر بس وهو ساكن جواه. فنزل إلى جنته، يعني المسيح موجود فينا. أصدر عليه، دور عليه جواك، هتلاقيه جوه الكنيسة، جوه الكنيسة. اختبار النفس بقى اللي هي شافت حب المسيح وعرفت يعني إيه المسيح تجسد ونزل إلى جنته، وعرفت قيمة الحب الإلهي اللي أظهره المسيح للكنيسة، ما ينفعش تقول غير تقول أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن، أنا كلي له بجملتي، أنا أصبحت ملك لي، هو يعمل فيا زي ما هو عاوز. هو قدم لي ذاته، نزل جسد ومات عشاني بمنتهى الحب وبكامل حريته، عشان يديني أنا حياة ويردني إلى رتبتي الأولى. أنا أديله حياتي كلها وأملكه على حياتي كلها، أملكه على قلبي، على أفكاري، وعلى مشاعري، وعلى حواسي، وعلى كل حاجة فيه. أنا أصبحت ملك لي. فالإنسان لما يشعر، الإنسان اللي يشعر بحب المسيح فعلا بجد، ما يقدرش يقول له يا رب، يقول له أنا كل ليك، أنا بقيت بتاعك خلاص، مش بقيت حد تاني. تواضعك وحبك اللي أنت أظهرته، ما أقدرش أقول غير كلمة العروسة دي، أنا لحبيبي وحبيبي لي، خلاص. هو امتلكني وأنا امتلكته كمان، يعني هو امتلكني وأنا امتلكته. وحبي ده جاي رد فعل لحبه، نحن نحبه لأنه هو أحبنا أول، فحبي لي عشان هو اللي حبني الأول. فأنا لحبيبي يعني أنا كل لي وهو لي، هو اللي بيرعى بينسا، هو اللي بيرعى وسط الكنيسة، وهو اللي بيتمشى وسط الكنيسة. زي سفر الرؤيا برضو كان يقول المسيح ماشي وسط المناير، وسط الكنائس. هو المسيح يرعى كنيسته. المسيح في الكنيسة هو اللي بياخد باله من الكنيسة، هو اللي بيحافظ على الكنيسة، مش احنا اللي بنحافظ على الكنيسة، هو اللي بيحافظ على الكنيسة، عشان هو اللي يرعى الكنيسة. روحه القدوس هو القائد الحقيقي للكنيسة. عشان كده احنا ما بنخافش على الكنيسة بتاعتنا، لأنها خلال 2000 سنة كنيسة صامدة ثابتة، لأن هي تؤمن أن المسيح يرعى هذه الكنيسة مهما قامت البدع والضلالات والهرطقات والاضطهادات، إلا الكنيسة ثابتة بسبب المؤمنين اللي في جسد المسيح اللي ثابتين فيه، واللي ملكوه حياتهم وكرسوا حياتهم ليه، وشهوتهم بقت هو المسيح نفسه. عشان كده المسيح حافظ على الكنيسة، وهو يرعى في وسط السوسن، أو يرعى بين السوسن، يعني يرعى بين الكنيسة. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن والأبد. أسمع أي تأملات أو إضافات أو اقتراحات.
ممكن أقول حاجة يا بونا؟ تفضلي. كنت عايزة أتكلم على حتة الترك، إن هي اختبرت إن هو سابها شوية، إن هي طبعا كسلت وأهملت، بس أثناء الترك ده افتكرت صفاته الجميلة. فيعني إحنا بيتهيأ لنا يمكن إن ربنا سابنا شوية، بس هو طبعا ما بيسيبناش، بس بيخلينا نختبر ونفتكر صفاته الحلوة، وبيبقى ليها سبب. يعني مش إن هو سابنا عشان نتضايق أو أي حاجة، لكن في الوقت ده هي تأملت في كل صفاته وافتكرتها، وقعدت تصف فيه أوصاف حلوة قوي، حببت فيه بنات أورشليم. فبيبقى فيه سبب دايما، إن ربنا يتهيأ لنا إن هو بعد سنة، بس بيلهب المشاعر وبنفتكر صفاته الحلوة، مش يا بيبقى وحش يعني. مظبوط يا نبيلة، صح كده بالظبط كده. هي اختبار لفايدتها ولقربها للمسيح، واللي بيبقى ليه علاقة حلوة بربنا حتى في فترة الفتور دي هو برضو بيبقى، هي عشان كده قالت حتى التعبير في الإصحاح الخامس، قالت أنا نائمة وقلبي مستيقظ، يعني ده حتى يبان في التضاد، لكن هي ممكن تكون فعلا فيها كسل لكن لسه قلبها بيحب المسيح، يعني مش في حالة بعد كامل عن المسيح. وطبعا قلنا، مش فاكر انا قلنا ولا لا، لكن احنا قلنا، مش فاكر قلنا المرة اللي فاتت، انه الترك ده ليه اسباب كتيرة، ليه اسباب كتيرة مش بس الفطورة. اتكلمنا متهيألي على الموضوع ده يمكن في الفاتت، المرة اللي فاتت او اللي قبلها، ان في اسباب لموضوع الترك عشان كل انسان بياخد خبرة معينة في العلاقة مع المسيح. يس ثانك يو نبيل. ممكن أسأل سؤال يا بنا؟ تفضلي. قصك قلت خمائل الطيب، اللي هو يعني أشجار الطيب. هو يعني الطيب هنا الطيب شو هي بتبقى، يعني بتبقى شجر الطيب ده اللي بتطلع منه الطيب او الماده الصمغيه بتاعته اللي بتدخل في العطور، بتبقى ليها ريحه حلوه. يعني هي بيقولوا خمائل لانها بتبقى شجيرات متشابكه ببعضها، عشان كده مسمينها خمائل الطيب، تلاقي الشجر داخل في بعضه كله. طب هو ده المعنى. يقصد انت عاوزه تسالي حاجه تاني؟ اتفضلي. هي العروس بتقصد هنا هو نزل الى جنته الى خمائل الطيب، يعني اللي هو احنا الشعب بتاع الكنيسه. يا 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 مؤمنين، مؤمنين المؤمنين. شكرا يا ابونا. يا يا ثانك يو. لكن بنات اورشليم اللي هم مش مؤمنين، غير مؤمنين، هو بص الاباء، في اباء بيقولوا ان هم غير المؤمنين، وفي اباء بيقولوا ان هم ليهم معرفه بالمسيح بس مش معرفه عميقه، معرفه سطحيه بعاد قوي عن ربنا. يعني ممكن يكون بنات اورشليم مقصود بيها ناس بعيده عن ربنا، مش قريبه من ربنا، او ما يعرفوش ربنا، الاثنين يعني، ممكن ده او ده. شكرا. عفوا. كان بعد اذنك يا ابونا برضو في حاجه بيقول العاج بيتخذ من الفيل بعد ما يموت. Yeah. بعد ما يموت برضو بيقالوا ان احنا خدنا من المسيح الحياه الابديه بعد ما مات عننا على الصليب. يس يس يا سلام يا ابونا. سلام يا ناس، ازيك؟ اتفضل. التلات آيات دول برضو بيرسموا صورة، اللي هي صورة الصليب زي ما قصدك قلت. أي تلات آيات فيه؟ اللي في الآخر إصحاح خمسة، التلات آيات اللي قصدك قلتهم. تفضلي. فحس يعني البيكتشر يعني برضو شفتها زي ما قصدك قلت، الصليب حلقتين من ذهب، إيد بتجذب اليهود وإيد تانية للأمم، والزبرجد هو حجر كريم بيبقى لونه فيروزي أو أصفر، سوري أخضر وأزرق، أخضر فيروزي زي لون المية، وده بيشير للطهارة والنقاوة اللي خدناها طبعا. وناس بتشتري الحجر ده علشان بيجلب السعادة، فكل ده اللي حصل بالصليب، يعني طهر البشرية وهو سر المصالحة والسعادة. بطن عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، مكان الحربة، برضه تخيلت مكان الحربة على أساس منطقة البطن علشان يستقر فيه كل نفس.
سقاها عمود الرخام لو بنستكمل منظر الصليب. زي ما قلت ان هو رمز الثبات وكده، لانه صنع الفداء بارادته وفي ثبات عزمته ان هو يصنع الفداء. طلعته كلبنان فتى الارز برضو شفت فيها القيامة، وحلق حلاوة كل مشتهيات. زي ما قلت لنا ان هو كلمة الله طبعا انتشرت بالكرازة بعد حلول الروح القدس. فيها احساس مريم مريم اخت العازر برضو لما بتبقى قاعدة تحت رجلين المسيح، يعني شفتها في اخر الآية برضو. من الحاجة الظريفة اللي هي بتقول ان هو ان هما بيقولوا لها طب هنطلبه معاكي، لكن هي بتصر ان هو كمان رغم ان هو كل ناس بتدور عليه دلوقتي معاها، لكن هي مصرة على علاقتها الشخصية still he's mine، يعني رغم ان هو لكثيرين كل واحد، لكن مع كل واحد ومع كل علاقة شخصية. exactly. thank you يا حبيبي، حلو قوي، تأمل جميل، ربنا عوضك. نصلي، تفضل نصلي. اسم الله والابن والروح القدس إله واحد، أمين. أشكرك يا رب يسوع المسيح يا حبيبنا السماوي وعريسنا يا رب السماوي. نشكرك يا رب لأنك دايما بتقربنا منك يا رب من خلال هذه التأملات، من خلال كلامك يا ربي الحلو في حلقنا واللي كله مشتهيات. نشكرك يا رب لأنك بتعزينا دايما بكلامك الجميل المعزي والمطمئن. نشكرك يا رب لأنك بتدي فرصة لكل واحد فينا يا رب إنه يختبرك ويدوق يا رب حلاوة العشرة معاك. نشكرك يا رب لأن كل واحد فينا يا رب بيكون ليه خبرة خاصة بيك. كل واحد فينا يا رب عاوز يقول لك أنا لحبيبي وحبيبي ليه، وتحت ظله اشتهيت الجلوس. أنت مريح التعابة ومعز النفوس. اشتياقات قلبنا يا رب بتزيد كل يوم، وإحنا عاوزينك يا رب دايما تتعامل مع كل واحد فينا رب حسب قدر طاقاته. وانت يا رب اللي بتعرف تتعامل معانا، انت يا رب اللي عارفنا، انت اللي خلقتنا وفادتنا، وانت اللي عارف كل واحد فينا يا رب. كلنا بنشتاق اليك، وكلنا نفسنا يا رب نبقى لازقين فيك، وكلنا يا رب عاوزين نتحد معاك، وكلنا يا رب عاوزين نوصل لنقاوة القلب والفكر. بس كل ده يا رب مش هيحصل يا رب لوحدينا، الا يا رب لما انت تنزل الى جنتك وتدخل يا ربي تملك على قلوبنا وأفكارنا فعلا، وتدينا يا رب من عندك، لأن احنا لوحدينا مش هتلاقي فينا حاجة حلوة غير يا رب عملك انت جوانا، روحك القدوس اللي انت سكبته فينا يا رب بحبك. ادينا يا رب روح القدوس ده ان احنا كل يوم نكتشف حبك لينا أكتر، ونعطيك يا رب كل القلوب، قلوبنا كلها يا رب، وأفكارنا وأحاسيسنا ومشاعرنا نديها لك يا رب كلها، ونقول لك يا ربي نحن ملكك، ملك ايديك يا رب، كلنا يا رب جملتنا ليك، لان احنا ما لناش سلطان حتى علي حياتنا يا رب غير ان احنا نديها لك يا ربي، ونشعر يا ربي ونثق في محبتك اللي بتحوط علينا يا رب. احنا كل اللي بنطلبه يا رب واحنا بنقرا يا رب الكلام الحلو عنك ده يا رب، ان احنا نفسنا نختبر ده يا رب، كل واحد لوحده، كل واحد يا رب حسب ما انت بتكشف ليه، كل واحد يا رب حسب يا رب احتياجه، لاننا واثقين يا رب انك انت بتتعامل مع كل واحد فينا بالطريقه اللي انت شايفها. ادينا يا رب ان احنا نعيش معاك كل ايام حياتنا الى ربي اخر نفس في حياتنا يا رب. ادينا ان احنا نرضيك في كل اعمالنا. ادينا يا رب ان احنا يكون عندنا القوه ننفذ يا رب وصيتك يا رب بامانه. ادينا يا رب ان احنا نتحد بيك يا رب باستمرار، وتكون أنت محور حياتنا وأنت أهم شيء في حياتنا يا رب. إلهنا القدوس السماوي، أسألك يا رب من كل إخواتي وأخواتي اللي حضروا معنا الاجتماع واللي ما كانوش موجودين معنا، كل شعبك كنيستك، كل واحد باسمه كل واحدة باسمها، باركنا بكل بركة روحية طلعنا في احتياج إليها، واستجيب لينا بشفاعة أم نور العذراء مريم ملك ميخائيل أنبا تكلا، وكل مصاف قديسيك يا رب اسمعنا نقول لك بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امتوا سلام، سلام الرب يكون معكم.